عشان بقى ايه ان شاء الله يعني ده هيخش في اطار البحث برضو اللي هو الحته اللي هناخدها النهارده، التوزيع او الترويج. الشركه اللي احنا اخترناها بتعمل ايه لما بتيجي بتوزع او لما بتيجي بتروج؟ ديستريبيوشن شانل. يبقى النهارده احنا هنتكلم على العنصر الثالث من عناصر، العنصر الثاني من عناصر المزيج التسويقي. اتكلمنا عن البرودكت، هنتكلم عن التوزيع. انا هوصل المنتج بتاعي ده ازاي للكاستمر بتاعي في النهايه؟ المنتج بتاعي ده هيوصل. وخلي بالك انا لو اشتغلت على خدمه الاير واي، الطيران المدني، تيكت سفر، غير لما هشتغل على انا كشركه بصنع مواتير وبديها لمشتري تاني صناعي بيستخدم الموتور ده عشان يركبه في الطيار عشان يقوم بايه؟ بخدمه تانيه. يعني في حاجه اسمها زي ما قلنا سلع استهلاكيه وسلع صناعيه اندستريال، وفي اللي هي الكونسيومنج سيرفيسز كويس او جودز. انا بقى هوصل لك ازاي؟ هنشوف. طب تعرفها. A channel of distribution is a set of independent organization. هتلاقي في بقى ايه؟ حاجه اسمها الميدل مان اللي هم مين؟ تجار الجمله وتجار التجزئه والسماسره والوكله. يعني في بعض الايه؟ set of organization. كويس. Of making a product or service available for use or consumption by the consumer or business user. أو a channel of distribution for a product is a route taken by the title of goods as they move. ملكية السلع as they move from the producer من المنتج to the ultimate consumer or industrial user. لو أنا مصنع وبعمل مواتير طيارات أو أجزاء من المواتير وبديه لشركات تانية، الشركات التانية اسمها ايه؟ اندستريال يوزر. انما انا اشتريت شيبسي وخلاص بقيت كونسيومر، ما استخدمتش السلعة في انتاج سلعة اخرى. يعني الكلية لما تيجي تشتري الداتا شو دي لا، لو انت اشتريتها في البيت كونسيومر لاستهلاكك الشخصي. انما لو الكلية حطتها عشان تقدم بيها برودكت بتاعها بقت اندستريال يوزر. التكييف لو شركه الطيران اشتريته تحطه في المكتب بتاعها اندستريال يوزر، لو انا اشتريته حطيته في البيت بقت كونسيومر. فالمواتير النصف، المواتير دي المصنعه او المواتير دي تفتكر مين اللي هياخدها؟ الكونسيومر العادي اللي هو الاخراني؟ لا، ده اندستريال يوزر لازم هو اللي ايه. طب انت لما بتيجي تشتري ازازه الميه المعدنيه بتروح تشتريها منك للمصنع ولا في حلقات ما بينك وما بين المصنع؟ في ايوه الموزع، تاجر الجمله وتاجر التجزئه لحد اما ايه ازازه الميه بتوصل لك. هي دي الديستريبيوشن شان. في الاندستريال بقى السلع الصناعيه مش زي الاستهلاكيه كونسامبشن، بيبقى غالبا مني ليك. ما انت مصنع عايز مكنه بمواصفات معينه، مصنع عايز مكنه بمواصفات معينه، خلاص هيبقى مني ليك على طول. يبقى الاندستريال جودز الديستريبيوشن بتاعتها زي ما هنشوف اقصر من بقيه القنوات. بروديوسر للكونسيومر على طول او الاندستريال يوزر على طول. في انماط، في اشكال على حسب اهي طول القناه، يا من المصنع للعميل على طول، يا من المصنع لتاجر التجزئه للعميل ريتيلر، يا من المصنع لتاجر الجمله لتاجر التجزئه للعميل هول سيلر ريتيلر، يا من المصنع للموزع لتاجر التجزئه للعميل، يا من المصنع للوكيل او السمسار لتاجر الجمله لتاجر التجزئه للعميل. طيب ماركتنج انتر اللي هم دول اللي بنسميهم الميدل مان، ار بزنس فيرم ذات هيلب ذا كومباني ان فايندينج كاستمر اند اور كلوز سيلز وذ ذم، تنهي البيعه معاهم. ميدل مان ار تو تايبس،
ايجنت ميدل مان فايند كاستمر ادي نيجوشييت كونتراكت بات دونت تيك ذا تايتل اوف ميركاندايز. ما بيمتلكوش السلعه زي مين؟ البروكر السمسار او وكيل البيع الريبريزنتيتيف لا يمتلك السلعه، هو بيوفق بس ما بين ايه البيع والمشتري وبياخد عموله. انما الميركانت ميدل مان زي الهول سيلر تجار الجمله والريتيلر تجار التجزئه بيمتلكوا السلعه. باي تيك تايتل تو ذا جود اند ريسيل ميركاندايز زي ايه؟ كارفور، هايبر، البقال، الصيدليه، كل دول شكل من اشكال الريتيلر. مخازن الادويه ده هول سيل، هول سيلر تاجر جمله كبير بيمتلكوا السلعه ويرجع ريسل يبيعها تاني. انما الايجنت ميدل مان لا، ده بيوفق ما بين البيع والايه المشتري وياخد عموله. ميدل مان ار ذوز انديفيدوال اور بزنس كونسرن هو سبيشاليز ان بيرفورمينج ان فيريس ماركتنج فانكشن انفولفد ان ذا بورشيز اند سيل اوف جودز as they are moved from producer to consumer. شوف بقى مثلا زي الفود ماركتنج ميدل مان كان بيجي كلاسيفايد از ميركانت ميدل مان وايجنت، يبقى في ريتيلر وهول سيلر دول الميركانت ميدل مان اللي بيمتلكوا السلعه، والايجنت ميدل مان البروكر والكوميشن مان او ريبريزنتيتيف لا يمتلكوا السلعه. Logistics management is the process of planning, implementing and controlling the efficient, cost effective forward and reverse flow of Logistics management الامداد والتموين اللي اتطورت بعد كده بقى اسمها supply chain management. Supply chain management ايه حكايتها دي؟ بيقول لك في تدفق للمنتجات والمعلومات والاموال رايحه جايه عبر سلسله الايه التوريد. هو انت لما بتعمل كده هوب امازون عايز اشتري حاجه من على امازون، منك لامازون ولا في اطراف تانية على البلاتفورم؟ ميدل مان، ما هم المنصات الرقميه دي اوبر، بريدفاست، فيزيتا، دول تجار جمله رقميه، تجار جمله كبير رقمي، تجار جمله هو بيجمع ال تجار جمله. يبقى اللوجيستكس مانجمنت فلو اوف رو ماتيريال، رو ماتيريال ان بروسيس انفنتوري مخزون، ان بروسيس يعني منتجات تحت الصنع لسه عملت عليها عمليتين ثلاثه ولسه ما فنشتهاش، فينيشد جودز سيرفيسز انفورميشن from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirement. اتحول المفهوم للسبلاي تشين مانجمنت. جميل. Industrial distribution channel الصناعية اللي هو المشتري الصناعي، لو انا هفتح مطور افتح شركة بايه بتصنع مواتير او هعمل الشفرات، هعمل الشفرات بتاعت المراوح بتاعت المزارع الرياح. انا كده اندستريال. جميل. شانل ايه از باي فار ذا موست كومون من 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 المصنع للايه للاندستريال يوزر بروديوسر ذير هاير اون سيلز فورس. طيب Distributor are similar to wholesaler on the consumer side but incorporating a strong sales element. ثلاثة agent work representing small companies. يعني ممكن تلاقي الثلاث أشكال. طب خلي بالك لو أنا عايز خط إنتاج أو مكنة build to order خلاص، يبقى هي دلوقتي الديستريبيوشن شانل من البروديوسر للإيه للإندستريال يوزر على طول. طب ما فيش إندستريال جودز تانية؟ في زي ايه مثلا؟ يقول لك نص شاسيه، مش عارف ربع موتور ايه، ده بيبقى عندهم ايه في التوفيقيه مثلا او في تجار جمله بيبيعوا
يبقى هيبقى من المنتج لتاجر الجمله للكونسيومر. طب مفيش سلع صناعية تانية ممكن تبقى من المصنع لتاجر الجملة لتاجر التجزئة للكونسيومر؟ في المسامير، الصواميل، الدهانات، دي بتمر بالايه؟ وبرضو اندستريال جودز اهي. بس كل لما تتعقد البرودكت ويبقى فيه بيلد تو اوردر، يبقى على طول مني للايه؟ مني للعميل على طول، ما يبقاش فيه وسطاء او ميدل مان. جميل. ودي الاشكال، ودي الاشكال المختلفه حسب، طب حسب السلعه النهائيه بقى. لو هطبق برضو فكره السلع الخاصه، في منها شوبينج، وفي منها فاست موفينج، وفي منها سبيشياليتيز اللي هي السلع الخاصة، أو السلع زي اللي أقول أنا عايز إيه؟ مكنة عشان تصنع لي حاجة معينة. يبقى دي لا بيلد تو أوردر، وبتختلف قناة التوزيع باختلاف نوع الإيه؟ السلعة أو الغرض منها. في ثلاث أنواع أساسيين. ثلاث أنواع أساسيين: إنتنسيف، سيلكتيف، إكسكلوسيف. إنتنسيف يعني إيه إنتنسيف؟ بعتمد على اكبر كم ممكن من تجار الجمله وتجار التجزئه عشان اوصل السلعه بتاعتي، زي الصواميل والمسامير والبراف والشيبسي والبيبسي، السلع الميسره الكونفينينس، السلع السجاير، تمام. كل الحاجات دي سلع ايه؟ اقدر ابيع. بعتمد على الانتنسيف ديستريبيوشن. يعني ايه؟ تلاقي اكتر من كشك في نفس المنطقه بيبيعوا نفس الايه؟ نفس المنتج، او نفس المسمار، او نفس الصاموله، او نفس الموبايل، او نفس الكفر، او يبقى ده انتنسيف ديستريبيوشن. النوع الثاني سيلكتيف. يعني ايه؟ هختار اتنين بس، اختار اتنين تلاته بس. ها، مش زي اللي فاتت هول سيلر كتيرة، لا، هم وكيلين ولا حاجة، او تجار جملة، اتنين تجار جملة وشوية تجار تجزئة. سيلكتد في بعض المنتجات، في سيلكتد برودكت في بعض المناطق، يبقى ده اسمه ايه؟ او يبقى وكيل حصري. زي ايه بقى هنا؟ قلنا يعني هنا الكونفينينس، السلع الميسرة. طب هنا السيلكتيف اللي هو اتنين تلاتة بس، دي الشوبينج، سلع التسوق زي الملابس او زي الموبايلات او الاجهزه المعمره. ها، الاجهزه المعمره يتلاقي عندي ايه؟ محلين ثلاثه، ماركه توشيبا في شارع عبد العزيز مثلا، ما تلاقيش كلهم عندهم ايه؟ نفس، لا، تلاقي محلين ثلاثه بيشتغلوا في ال جي، محلين ثلاثه شغالين في توشيبا، محلين ثلاثه في السوني، انما مش كلهم، هتلاقي كلهم شغالين في ماركة صيني، بالإضافة إلى، يعني هتلاقي كلهم شغالين في الصيني، بس كل واحد فيهم بيميز نفسه بإيه؟ ببراند تاني. يبقى سيلكتيف أو إكسكلوسيف. إكسكلوسيف يعني هو وكيل واحد بيبيع المنتج بتاعي في الوطن العربي أو في مصر، أو ده في السلع الخاصة. السلع الخاصة اللي مش موجودة عند، هو وكيل واحد في الشرق الايه او في مصر. غبور جود اكزامبل. غبور ما بيجيبش غير ايه؟ هينداي. وما ينفعش غبور يتعامل في ايه برضو؟ حاجات تنافس هينداي. ايوه، ان هو الوكيل بتاعه، ان هو الوكيل، فما ينفعش. جود اكزامبل، وممكن اجيبه في الامتحان غبور دي. والله عجبتني. سيلكتيف واكسكلوسيف، ايه الفرق ما بينهم؟ سيلكتيف ريفير تو ا برودكت ديستريبيوشن ستراتيجي ذات انفولف مور ذان وان ديستريبيوتر ان ا سبيسيفيك جيوغرافيك اريا او لوكيشن مور ذان. انما الاكسكلوسيف اونلي انفولف وان ديستريبيوتر ريتيلر اور هول سيلر ان ا سبيسيفيك جيوغرافيك لوكيشن. سيلكتيف is common in television,
فرنيتشر، هوم ابليانسز براندز اللي هي الاجهزه المعمره والالكترونيه. اكسكلوسيف از كومن ان ديزاينر وير، اوتوموبايل اند ايفن دوميستيك. هاي الاوتوموبايل، اوتوموبيل اللي انت ايه قلتها واخر. يبقى في ديستريبيوشن مانجمنت، وفي يمني للعميل، يمني لتاجر الجمله للعميل، يمني لتاجر الجمله لتاجر التجزئه للعميل. What is direct marketing؟ انا ممكن اتعامل برضو حتى بقى في السلع الميسرة او السلع او بعض سلع التسوق مني للعميل direct marketing، ان انا مفيش تجار جملة وتجار تجزئة ايه في النص. عن طريق ايه بقى؟ ممكن تطبيق الانترنت، ها تطلب تطبيق على اندرويد، تطلب الاوردر بتاعك، ممكن الويب سايت بتاع تخش تقدر تطلب من خلاله دايركت. ايه اسمها دايركت ماركتنج؟ مني للعميل على طول. يقول لك مصنع برش مصر اللي في ابو رواش، تخش كده على الموقع بتاع الويب سايت بتاعه، يقول لك ايه بيلد اند فايند، عندنا 718 موديل لبرش، يلا فايند اللي انت عايزه اند بيلد. ها يعني صمم انت كمان الايه المواصفات بتاعت سيارتك، ايه الماتور، ايه مش عارف ايه، شوف لدرجة ايه عشان يعمل ليك لويالتي، ولاء تام، بنسميها كاستمر لايف تايم فاليو، يعني بديك قيمة مدى الحياة، عشان انت اللي هتصمم منتجك بايديك. في كوكرييشن ما بين العميل وما بين انت، بيلد اند فايند بيلد. طيب دايركت ماركتنج از كوميونيكيتنج وذ ممبر اوف ذا بابليك وهاف شون انترنت تو باي from you through direct communication like email, post or telephone. تميمة تلسين، الو اتصل واطلب الايه الاوردر بتاعك، او الصفحات اللي بتبقى على السوشيال ميديا. مش بتلاقي فيه كده يقول لك اشتري يلا من عندنا واطلب، ايه هو دايركت ماركتنج على طول، يقول لك هنجي لك، اه يقول لك ابعت عنوانك وابعت رقم تليفونك، وتلاقي بيرد عليك ايه تاني يوم او حاجه، يقول لك انا جاي لك في الطريق، ويجيب لك الايه اتفضل دايركت. ايه مع ان ممكن في بعض الاحيان، يعني مثلا رجل المستحيل وملف المستقبل وما وراء الطبيعه، ها تقدر تشتري السلسله الكامله من على الايه، تطلب مش معرض الكتاب، لا انت منك ليهم هم للمؤسسه العربيه مثلا، يعني مثلا. وقيس على كده حاجات كتير، وقيس على كده حاجات كتير. ادوات الديجيتال ماركتنج ايه؟ كل واحده دايره من دول فصل من الفصول، ولكن احنا بنعرف التكنيكس كده. ها بيبر كليك، بيبر كليك يعني كل لما تخش على موقع المصري اليوم تلاقي طالع لك اعلان لماكدونالدز مش عارف ايه، ها تفتح اغنيه على اليوتيوب تلاقي طالع لك، فكل واحد هيدفع يخش يشوف، ها عند اليوتيوب هيدفع ايه للشركه المعلنه. باي بير كليك، كل نقره. لوكال سيرش ماركتنج، داتا بيز كونتاكت، بعمل كاستمر ريليشن شيب، ام كاستمر ريليشن شيب مانجمنت، علاقه استراتيجيه طويله الاجل مع العميل. افتح التليفون بتاعك كده كل يوم تلاقي الشركه اللي انت عليها في التليفونات بعت لك رساله، ها مش هحلك، مش هحلك، كل يوم ابعت لك رساله كل يوم. فيديو ماركتنج، جوجل اناليتيك، جلوبال ريسيرش انترنت، ادورد يعني يقول لك انا ايه، تيجي تكتب كليه التجاره جامعه القاهره تطلع لك رقم 12 او 13 في السيرش انجن، انما لو اخترت اف او سي هتطلع لك اول واحده، فكواليتي اوف كوميرس هتطلع لك ايه دي الجوجل ادورد، الكي وورد اللي انت بتختارها ايه. اه ايوه بالظبط كده، كل دي ادوات للديجيتال ماركتنج. لينك بيلدينج، لك رابط مبعوث لك. كونتنت ماركتنج، ها المدونات، البلوجز، البودكاستس، ها كل الكلام ده. داتا مايننج، سوشيال ميديا،
وزي امازون بقت حاجه اسمها ديجيتال سبلاي تشين، خلاص انت تقدر بالنقره تطلب البرودكت بتاعك واللي هيوصل لك الدليفري شركه ثالثه زي طلبات. خلي بالك طلبات وقعدت ناس كتير، خلاص الناس ما بقوش يشغلوا دليفري، بقت الدليفري يروح يشتغلوا مع طلبات. مفيش دليفري دلوقتي في محلات كتيره بسبب طلبات، بسبب طلبات. يبقى انت اللي بيوصل لك شركه ثالثه على الشبكه على النتورك، وبتدفع عند حته رابعه على اي باي فوري بنك الاهلي. ها بقت شبكه يعني. حتى الماركتنج ميكس بتاعي، حتى الماركتنج ميكس بتاعي بقيت اعمل له اوت سورسنج. انا بشتغل على الكور برودكت بس، انما التوزيع والترويج والتوصيل بسنده لغيري، بعمل له اوت سورسنج، بشتغل نتورك موديل، مش انا لوحدي الشجيع، لا نتورك موديل خلاص. ميجا منظمه على مستوى مجموعه منظمات، يعني ما بقاش المزيج التسويقي يعمله منظمه واحده بس، لا ده الجديد بقى في العصر اللي احنا فيه، ان في بلاتفورمز وفي نتورك، ان بقى وظيفه التسويق او الماركتنج فانكشن عابره للمنظمات، عابره للمنظمات. يعني ايه؟ يعني مش هقوم بكل حاجه لوحدي، زي النادي الاهلي كده هو بيروج لنفسه يقول لك لا وكاله الاهرام للاعلان هو شغال معاه عشان هي اللي ايه تروج له، هو مش هيعمل بكل حاجه، مش هيعمل كل حاجه بنفسه، ده انا ممكن اعمل اوت سورسنج لبعض وظائف الماركتنج ميكس اهو، واشتغل انا بس على الكور برودكت اللي هو خامس حاجه البروموشن ميكس الترويج. انا هوصل لك ازاي؟ هقول لك ان المنتج، هفكرك بالمنتج بتاعي ازاي، هوصل لك ازاي؟ ها هذكرك، بيقول لك طعمه مثلث رقم واحد في مصر، هعزز ها؟ يقول لك ليه تدفع اكتر لما ممكن تدفع اقل؟ ها؟ هأكد على ان انت اختيارك صحيح، تمام؟ او هخليك تتحول من براند لبراند. طيب في خمس حاجات: ادفرتايسنج الاعلان، بيرسونال سيلينج البيع الشخصي او مندوبين المبيعات، سيلز بروموشن تنشيط المبيعات، بابليك ريليشن العلاقات العامه، دايركت ماركتنج التسويق الايه المباشر. الادفيرتايزنج اني بيد فورم اوف نون بيرسونال، يبقى عندنا في البروموشنال ميثودز بيرسونال وامبيرسونال. البيرسونال لما يبقى في مندوبين مبيعات ويروحوا لك بالكتالوجات ويعرضوا عليك المواتير اللي عندك، ها دي تمشي في الاندستريال جودز السلع الصناعيه. لو انا انما انا لو انا شركه طيران وتيكت هشتغل مندوبين مبيعات، يقول لك لا هشتغل اعلان امبيرسونال، هشتغل ايه اعلان ده. ها اني بيد يعني بدفع لطرف ثالث، سواء بقى مطبوع مقروء مسموع مرئي على النت على السوشيال ميديا على اليوتيوب اندور او الدور على الطرق على المباني على المباني على المترو في التلفزيون في الفضائيات. اني بيد فورم اوف نون بيرسونال برزنتيشن اند بروموشن اوف ايدياز جودز اور سيرفيس باي ان ايدفات سبونسر ايديا لا للتنمر، دي ايديا ممكن اسوق لها، تمام؟ او مكان بليس يقول لك روح السعوديه شتاء طنطوره مع اجمل الحفلات وبوتشيلي ويني، تمام؟ يلا روح السعوديه شتاء طنطوره، يبقى دي يبقى ده الاعلان. طب السيلز بروموشن لا السيلز بروموشن ده بنشط المبيعات في فتره زمنيه معينه عن طريق خصومات عروض اتنين في واحد الجمعة البيضة، اجازة اخر السنة اجازة نص السنة دخول رمضان دخول المدارس اهلا مش عارف مين، ها شورت تيرم. انما خلي بالك الادفرتايسنج ايه لونج،
الادفيرتايزنج وكل دول بيكملوا بعض سيستم انتر ريليتد اند انتجريتد كومبوننت. المزيج الترويجي انتر ريليتد وانتجريتد منه في قلب بعضه وانتر ريليتد وانتجريتد مع الماركتنج ميكس الباقي. يعني انا بروج حاجه واقول حاجه في الاعلان ويطلع المنتج حاجه تانية، يبقى ده اسمه غش. يبقى لازم الترويج بيكمل على الايه، بيقول مميزات المنتج بتاعي. جميل. شورت تيرم انسنتيف تو انكوراج ذا بورشيس اور سيل اوف برودكت اور سيرفيس، زي ايه؟ ديسكاونت، كوبون، ديمونستريشن، ايفنتس، كل الكلام ده، عرض 2 في 1، البلاك وايت فرايداي، تمام. بيرسونال سيلينج، مندوبين المبيعات السلزجيه، حقق التارجت، هم دول دي قصتهم. من يقول لك حقق الايه التارجت. بيرسونال كاستمر انتر اكشن باي ذا فيرم سيل فورس، رجال البيع، فور ذا بيربس اوف انجيجنج كاستمرز ميكينج سيلز اند بيلدينج كاستمر ريليشن شيب، زي سيلز بريزنتيشن، تريد شوز، انسنتيف بروجرامز. يقول لك ده انا عندي عروض، تعالى مش عارف ايه، لو اشتريت خصم كميه في الوقت، ها انا دي منتج زي كده. مندوبين الشركات بتوع الادويه وبتاعت العقارات، برافو جود اكزامبل، وبتاعت المواتير بقى وبتاعت السلع الصناعيه المتخصصه زي حالاتكم، نوليدج جودز. ما انت تتصنف ايه؟ نوليدج جودز، انتوا سلع معرفيه، انت بتقدم برودكت مع ده بيلد تو اوردر، ده هاي كاستمايزيشن. بابليك ريليشن، اقول لك اصدر المتحدث الرسمي باسم المنظمه بيان كذا، ها علاقات عامه مع المجتمع، المسؤوليه الاجتماعيه، اليوم الاخضر للارض، اليوم الصحي للمراه، اليوم مش عارف ايه للطفل. بيلدينج جود ريليشن وذ ذا كومباني، يقول لك طلبات، انا بستخدم العجل عشان خاطر ابقى في استدامه وفي جرين ايه براكتسز، ما بستخدمش اهو الموتوسيكلات، الاستدامه ومش الاستدامه. بيلدينج جود ريليشن وذ ذا كومباني فيريس بابليك باي اوبتيننج فيفرابل بابليسيتي، بيلدينج اب ا جود كوربريت ايمج and handling or heeding off unfavorable rumors, stories and اشاعات طلع على الشركة، لا ده المنتج الحق ده بيضر بالصحة، وتطلع تدي بيان مضاد، ها يبقى في public ايه relation. دايركت او ديجيتال ماركتنج، مني قلنا ايه طبعا الpublic relation، زي ايه press releases، نشر، sponsorships، events and web page. دايركت زي دايركت ميل، كتالوج اونلاين، سوشيال ميديا، موبايل ماركتنج. يعني ايه موبايل ماركتنج؟ يعني من الموبايل هطلب الايه، مش من اللابتوب كمان، من الايه الموبايل بتاعي هطلب البيعه. يبقى سيلز بروموشن انفولف ذا يوز اوف ميديا اند نون ميديا ماركتنج بريشر ابلايد فور ا بري ديترمايند ليميتد بيريود، انما الاعلام بيبقى لونج تيرم، انما تنشيط المبيعات عامل خصم في وقت معين، عرض في اسبوع معين. At level of consumer, retailer or wholesaler, in order to simulate trial, increase consumer demand, or improve product availability. Use both media and non-media runs for a limited and predetermined period of time. Directed the consumer final او المتاجر الجملة، او ممكن اعمل عرض لتاجر الجملة وعرض لتاجر التجزئة، اقول له تعالى خد 2 في 1، خد خصم كمية، خد بسعر مخفض، يعني مش شرط للمستهلك النهائي بس، لا. او ممكن سهل له الدفع، قسط شوية وتعالى شوية، زي ابو الجوخ يقول لك تعالى ها وادفع عن طريق البنك الاهلي لو معاك الكريدت كارد، زي ما دبسوني في العجله بتاعتي، اشتريت العجله بتاعتي كده، لقيت في 8000 جنيه طاروا من الكارت كده، ايه انا بحسب هيقسط كل شهر 600 جنيه او، قال لي لا ده ال 8000 كلهم طاروا. قلت له يا نهار اسود، خدوا كاش مني ايه بس بدون فوائد يعني. فهو عمل ايه؟ لو انا كده ما معيش الكارت مثلا ممكن اقول مش هروح اشتريها دلوقتي، انما هو انا سهل لي ان انا ايه اشتري.
فخ طبعا. 25% خصم، 40% ديسكاونت لندن في فترة الكريسماس، ها باي 2 جيت 1 فري، باي 1 جيت 1 زي يقول لك تاون تيم، عروض تاون تيم، ده خصومات الشتاء، خصومات ال... ها خد اشتري قطعتين وخد قطعتين ببلاش وعشرة ببلاش. اي والله تاون تيم كده، اي اي خد اشتري اي. فبروح انا واخويا بقى، انا بعمل كده، بروح انا واخويا ننقي ونقسم في الاخر، عملناها كتير. ادفرتايزنج بيد نون بيرسونال communication through various media by business firm and individual who are in the some way identified in the advertising message and who hope in inform and persuade member type they can enjoy Egypt beautiful destination with Egypt Air fly to Egypt and enjoy some of the world most beautiful and breathing destination with Egypt Air. اعلان سواء في الجورنان، اعلان على الانترنت، اعلان على الميديا، تمام. getting you closer to your next flight ها now call Egypt Air contact ده دايركت. طيب personal selling المبيعات بقى direct communication between paid representative بدفع لمندوبين المبيعات دول، ده انا بدفع لهم شغالين عندي، and prospect that lead to purchase order, customer satisfaction and post sale service. The planning, implementing, control of personal contact program designed to achieve the sales and the profit. خلي بالك احيانا تخش تلاقي مندوب المبيعات حافظ برنامج معين هو بيقوله لك ان هو متدرب عليه. اه لما تخش تقول العميل كده ترص له كده مميزات كده تقفل البيعه كده. Advantage effective at achieving a quick boost to sales. خلص البيعة. Encourage customer to trial a product or switch brand. تحول من ماركة لإيه؟ للأخرى. طب الـ disadvantage. Sale effect may only be short term. Customer may come to expect or anticipate further promotion may damage brand image. في يا دكتور برضه الموشنز دي في اه برافو. العينات المجانيه ها خد عينه سامبلنج اللي هي العينه المجانيه وجرب برافو. البابليك ريليشن اللي تفرق بقى البابليك ريليشن عن الادفيرتايزنج ان الادفيرتايزنج انا في طرف ثالث بدفع له عشان يظهرني عنده، انما البابليك ريليشن ممكن تيجي كده القناه الاولى تقول لي ايه عايزين نعمل معاك لقاء عشان انت شركه ناجحه وبتاع، ها انا مش ما بدفعلهاش، ده هي الناس عاوزاني والناس هي اللي بتتكلم عني كويس، ها بابليك ريليشن اعمل مسؤوليه اجتماعيه جيده مع الناس، ها a form of market that seeks to influence the feeling opinion or belief كاستمر او بروسبكتيف كاستمر ستوك هولدر سبلاير امبلويي بابليك ات اوفن اوكر ان ذا فورم اوف ارتكل ذات ات ريتن باي ا كمباني اون بيهاف اوف ذا ميديا نيوز بيبر ويب سايت لك تنويه بيان عن المتحدث الرسمي للشركه ها تنويه ايجيبت اير منزله على صفحتها دي بابليك ريلي يقول لك اه ده الايجيبت اير في عشان خاطر الكوب 27 والسستينابيلتي والقصه دي قررنا ان هم يستخدموا انواع من الطائرات بتعتمد على وقود مش عارف الهيدروجين اخضر بنسبه كذا دي بابليك ريليشن ها دي حقيقه اهو والله انا ما اعرف دي حقيقه فعلا زي والله مالف لهم مساله في في رياده الاعمال كليه مالف مسألة اسمها انجرين يعني أنا اخترت اسم للشركة انجرين دي شركة بتعمل شفرات مراوح تمام جبتكم انتوا كيسة في الامتحان
مهندسين قسم طيران وعايزين يعملوا بيغيروا مشروعهم من طيارات رش مبيدات ان هم يعملوا شفرات الايه مع مبادره ابدا ومش مبادره ابدا ما انا امتحاناتي كده تلاقي حياتي بقى ايه وجايب لهم مثلا ايه فيفا كاس العالم في امتحان التسويق والله ما برضع يعني حتى الدكتور اللي كانت معايا قالت لي العيال هتعمل مشاكل وبتاع قلت لها لا يا دكتور انا عارف طلبتي هيحلوا الامتحان لان انا يا عم السؤال ايه ماشي متوهك بس الاجابات محدده لك خلاص اللي شاطر وفاهم هيختار حتى لو السؤال لف بيك هتلاقي الاجابات ايه متحدده لا الوكيل هينزل والعميد هينزل وهتبقى مشكله يا دكتور حسام وانا ما دربتش طلبتي على الاسلوب ده لان انا اسئلتي كلها كانت كيسز بس طبعا مش هعمل معاكم كده انا برضو مش هتستعملوا انا لازم اكون دربتكم عليها فهتبقى مباشر عادي ممكن كيسه اتنين كده يعني هشكل يعني مش انما مش هجيبها كلها كيسز يعني انما التسويق كله لازم كيسز لازم يدرس كده حالات عمليه مدرسه جف علم جف بلا فن وبلا فعش يعني في دكاتره يقول لك علم بس جف لا العلم لازم يتطعم بالفن وبالادب مش ما يكونش علم جف بس طريقه تانيه للسبونسر شيب الراعي الرسمي means that a company pays money to sponsor some individual some group some event or an activity This usually is return of advertising space at the event or as a part of publicity for the event. ها؟ ماكدونالد في ماتش الكورة اهو I am loving it في خلفية ايه؟ ها؟ أرضية أنا الراعي الرسمي لكأس العالم فتلاقي ورا في المؤتمر الصحفي في العلامات الايه؟ الراعية بتاعت كأس الايه؟ سبونسرشيب راعي ايه؟ رسمي Sponsorship is different from advertising. Unlike advertising, it cannot communicate specific product attribute. يعني ما اقدرش اقول لك ايه في السبونسرشيب بتاعتي اللي انا بظهر فيها اكلمك بالتفصيل عن المنتج بتاعي، لا انا هظهر بس. انما في الاعلان انا هاخد مساحه اكتر ان انا اعرض. انما في السبونسر انا مجرد بظهر في الخلفية كده عندك كراعي رسمي ان انا ايه راعي رسمي للحدث او راعي رسمي للايه للموضوع ده ها زي ايفنت بتاع طيران وبتاع فتيجي بقوله ها ريد بول تقوم واخده ايه هتدفع للمنظمين بس في سبيل ان انا ابقى ايه الراعي الرسمي وانا اللي اظهر وانا بس مش هتكلم عن ريد بول مشروبك بالطاقة ويعطيك جوانيح زي في الاعلان لا ده انا بس هظهر بلوجو او هظهر الاعلان بيبقى فيه ارضيه اكتر يبقى ده الايه طيب نيجي بقى للايفنت ماركتنج غير السبونسر شيب انا اللي بعمل الحدث انا اللي بنظم الحفله تمام Event marketing is a tool to bring your brand to life, giving the total brand experience to your target consumer. Event marketing is a tool to communicate the uniqueness of the particular brand, which effectively generates a brand experience that could be acknowledged through five sensory of target consumer. زي مثلا لما تيجي ايجيبت اير وتعمل رحلات لذوي اليمن. ده ايفنت. وحدث او تنظم حفله لمحمد منير ها ده ايفنت ماركت ده برضو اسلوب من اساليب طيب الايفنت ماركتنج بيبقى فيه طرف تاني انا بدفع له ولا انا اللي بعمل زي ما تيجي مثلا شركه كده ديل كانت جايه في هندسه اتصالات الترم اللي فات وعاملين كده مش عارف معرض حاجه او ها ده ايفنت ماركتنج او لما انتوا تبقوا عملتوا الطيارات العرض بتاع الطيارات ده ايفنت حد رعاكم ده ايفنت ماركتنج ليكوا انتوا يعني انتوا عاملينه ليكوا انتوا
مفيش. انما بعد كده ممكن حد يرعاكم والله، نشوف لكم سبونسر شيب للموضوع ده. اه والله، والكليه تكسب، الكليه تكسب، وانتوا يعني يمكن تاخدوا لكم مشروع تمويل في حاجه، في حضانات ابتكار ولا حاجه، ولا بلاتفورم، ولا ما هي دلوقتي اللي شغال دلوقتي حضانات الابتكار وحضانات الاعمال والبلاتفورمز دي، حضانات التكنولوجيه الايفنت ماركتنج ما بيبقاش فيه طرف تاني انا بدفع له زي السبونسر شيب. خلي بالك الايفنت ماركتنج انا اللي بعمله، انما السبونسر شيب انا بدفع لطرف تاني عشان ابقى سبونسر، تمام؟ يبقى الايفنت ماركتنج ما فيهوش طرف تاني، اللي فيه طرف تاني مين؟ السبونسر شيب. برايزنج استراتيجيز اخدهم كده بس كده عشان المره الجايه هنقفل بقى البرايسنج مع البريك ايفن بوينت اناليسيس. البرايسنج استراتيجيز ده الركن الثالث، يبقى خدنا البرودكت، خدنا البروموشن، خدنا الديستريبيوشن، هناخد البرايسنج. البرايسنج انواع استراتيجيات، كل واحده من دي لها تعريف. بينتريتنج برايسنج يعني انا عايز اخترق السوق، اقل سعر سلع الصيني، اخترق السوق فهنزل بايه؟ فريميوم برايسنج، خش وهفتح لك مرحلتين وبعد كده المرحله الثالثه لو عايز تلعب بفلوس، خش هتتفرج على 3 4 حلقات ببلاش وبعد كده ايه الباقي بفلوس، جزء فريميوم والباقي ايه؟ اه بريميوم برايزنج، لا ده انا السعر بيعكس الايمج والبراند، ده لو قللت السعر زي الايفون، عربيات الرولز رايز، عربيات البي ام، عربيات المرسيدس، السعر نمره واحد. ايكونومي برايسنج الاقتصادي، باندل برايزنج هنتكلم عنهم بالتفصيل المره الجايه، انما انا بديكوا ايه عشان باندل يعني حزمه واحده، لو اشتريت منتج باعلى، انما لو اشتريت الموبايل والسماعه والجراب وال ليهم، لو اشتريت البوتاجاز والغساله والتلفزيون ها يقول لك عرض سنتر عبد العزيز مش عارف ايه، خد الاربع خمس اجهزه ب 12000 جنيه بس، هم الاربعه دول ما تنقيش، هم الماركات دي هتاخدهم باندل برايسنج على بعضيهم. سايكولوجيكال يقول لك السعر السلعه ب 199 جنيه مش ب 200 ها، اه يقول لك 399 جنيه اه، او كذا خالصه الضرائب يعني. بروموشنال برايسنج سعر برضو ترويجي، سعر فيه تنافسي. دايناميك برايسنج والله مرة زي الايه، زي مجنونة يا قوطة، القوطة مرة كده ومرة على حسب توفرها في السوق والسلسلة التوريد، تاجر الجملة تاجر التجزئة، اول ما تيجي من المزرعة يقولك المحصول اتضرب السنة دي فالمعروض قليل فالكمية قليلة فالتجار معليين السعر. pay what you want، يقول لك انا عندي العربيه الستاندرد اهي والاوبشنز اهي، وكل اوبشن او انا عندي هتنزل في الفندق هتسكن بس ولا افطار وسكن، ولا افطار وغدا وسكن، ولا افطار وغدا وعشا وسكن، ولا افطار وغدا وعشا وبار وسكن، ولا افطار وغدا وعشا وفاسيلتيز ورحلات ده فوق، يقول لك فول اكسكلوزيف الخواجات لابسين البتاع دي، يقول لك انا بقى وماشي بالبتاع ازازه الخمره على طول في الفندق اه تلاقيهم ماشيين دايما بيشربوا ببلاش بقى، شجاب بيعشى هو اللي ابو بلاش كتر منه دلوقتي، تلاقيهم في الغردقه وشرم هو ابو بلاش كتر منه عشان ايه اقول اكسكلوزيف فايه خلاص ليل نهار. بس مش كلهم على فكره، هتلاقي الروس
انما الالمان والانجليز ارقى شويه. لا المصريين ده المصريين معاتين حاجه، المصريين بياخدوا الصابون وبياخدوا الفوط وبياخدوا كل حاجه. بياخدوا الشامبو وبياخدوا الصابون. اه والله كده يعني بياخدوها كده اللي هو استخسار، مش حاجه استخسار، مع ان انا مش محتاجه، بس هي سوفونير فاهم، حاجه سوفونير كده من اه والله سوفونير كده، صابونه سوفونير من الاوتيل. ايوه واكل، جيبوا اكل في البوفيه زي مراتي. لا ايه كل الاكل ده؟ ايه يا ماما ده؟ ها؟ اه والله مراتي عملت كده. قلت لها لا 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 شغل المصريين ده لا، كفايه شغل المصريين ده بلاش. بوفيه لازم الاكل، لازم مش عارف ايه، لازم الصابون، لازم خلاص. يبقى دي احنا ايه؟ ان شاء الله المره الجايه نكمل على البرايسنج والبريك ايفن بوينت اناليسيس. البحث بقى دخلوا فيه ضمن الايه؟ البروموشن والديستريبيوشن. استخدموا ايه من الاساليب دي؟ والسبونسر شيب والايفنت ماركتنج هتلاقوا على فكره. يعني هتلاقوا فيه امثله كتير. وخلي معاكم الابحاث استعينوا بيها.